بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، لماذا عدد سور القرآن 114 سورة؟ يعني هذا العدد 114، ما هو سر هذا الرقم؟ لماذا اختار الله هذا الرقم لكتابه العظيم؟ ونحن نعلم أن الله أنزل القرآن بعلمه وليس كتاب بشر، ليس فيه علم البشر، فيه علم الله. فكل شيء في هذا الكتاب مقدر، كل شيء في هذا الكتاب، كل كلمة وكل حرف وكل سورة كل آية مقصودة من الله، يعني هو يعلم ما ينزل، الله أعلم بما ينزل. فاليوم أنا فقط أحببت أن أتحدث عن سر العدد 114. العدد 114 أيها الأحبة هو عدد سور القرآن. أنا الآن أمامي هنا القرآن الكريم في برنامج إحصاء القرآن، عدد السور 114. انتبهوا معي أيها الأحبة، عدد السور 114. إذن عدد السور في القرآن العظيم 114. سنكتشف أن الآيات التي تتحدث عن القرآن لها علاقة بهذا العدد، يعني الله عز وجل رتب كلماتها وحروفها بطريقة تتناسب مع هذا العدد 114، وهو رقم صعب أيها الأحبة. دعونا نتأمل. أنا أحببت أن أبدأ معكم بهذه الآية العظيمة: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه الآية آية مهمة في القرآن، مميزة، يتحدى الله بها الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بمثل هذا القرآن. طبعا الجواب: لا يأتون بمثله. لماذا؟ لأنه لا يمكن لإنسان أن يتحكم بالحروف والكلمات واختيار نوعية الحروف وأعداد الحروف الهجائية، سنكتشف ذلك أيها الأحبة. هذه الآية تتحدث عن القرآن. إذن أنا كمؤلف ولله المثل الأعلى، إذا أحببت أن أبهر الناس لأخبرهم أنني أنا من كتبت هذا الكلام مثلا، يعني لو كتبت أنا ما يشبه الآية أو الجملة، فسأختار العدد 114 كونه عدد مميز، هو عدد سور القرآن، لأضعه في هذا النص. يعني عندما نرى العدد 114 موجودا في حروف وكلمات هذا النص، يجب أن نعلم أن الله هو الذي رتبه بهذه الطريقة وليس بالمصادفة أيها الأحبة، لأن لدينا عشرات الآلاف من الأمثلة. انظروا معي أحبتي في الله، أول شيء طبعا العدد 114 هو 19 في 6، فقد دعوني أكتب هنا العدد 19 وهو عدد أولي هنا أيها الأحبة، مضروبا في 6 يعطينا 114. إذن العدد 114 يتألف من عددين 9 و6، عفوا 19 و6. 19 مضروبا في 6 إذا ضربناه، يعني 19 كررناها 6 مرات تعطينا العدد 114. هنا سنرى هذا النظام في هذه الآية، سنرى العدد 19 يتكرر 6 مرات بطريقة يعني لطيفة جدا. تابعوا معي أيها الأحبة، أول شيء نكتشفه أن عدد كلمات هذه الآية 19. عدوا معي أيها الأحبة، سأعد على أصابع اليد: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على
أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهر 19. إذن هذه أول 19. قلنا القرآن يتألف من 114 سورة، يعني 19 × 6، يعني 6 يعني العدد 19 مكرر 6 مرات. هذه أول واحدة. الثانية أن الله عز وجل جعل عدد حروف هذا النص هو 76 حرفا. يعني لو قمنا بعده كما في الرسم الأول، طبعا المصحف أيها الأحبة كتب على زمن النبي، هكذا كان مكتوبا على زمن النبي. قل من دون تنقيط، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالقرآن كان مكتوبا بهذا الشكل، فيما بعد تم إضافة النقط وعلامات التشكيل وعلامات التجويد وعلامات كذا وأرقام الآيات، حتى أرقام الآيات غير موجودة. فنحن عندما نعد حروف هذا النص كما رسم، طبعا هنا نحن فقط أضفنا النقط، هنا فقط أضفنا النقط، قل لئن، طبعا هنا ياء تعتبر في اللغة العربية، الهمزة على نبرة تعتبر ياء. طيب كم عدد حروف هذه الآية؟ نحدد هذه الآية هكذا، انظروا 76 حرفا، عدد الحروف 76، والكلمات كم قلنا هنا أيها الأحبة؟ الكلمات 19، الحروف 76، الكلمات 19، الحروف 76. طيب العدد 76 هنا أحبتي في الله، هذا العدد ماذا يساوي؟ العدد 76 هو 19 × 4. يعني 19 لو ضربناها في 4 كررناها 4 مرات يعطينا 76. إذن عدد كلمات هذا النص، هذه الآية، من مضاعفات العدد 19 يساوي 19 × 4. طيب أصبح لدينا إذن 19 × 4 هو عدد الحروف هنا أيها الأحبة كما نرى، وعدد الكلمات 19، أصبح المجموع 95، يعني 19 × 5. أين السادسة؟ سنكتشف سرا لطيفا جدا أحبتي في الله. حروف اللغة العربية 28 حرفا، ألف باء تاء ثاء كذا حتى الياء. طيب عندما أنزل الله هذه الآية كم حرفا استخدم من حروف اللغة؟ الله قادر أن يستخدم العدد الذي يشاء، ولكن نحن لا نستطيع. يعني أنا وأي مؤلف مهما بلغ من القوة والعلم لا يستطيع أن يركب لك جملة بليغة إذا اشترطت عليه أن يؤلفها من عدد معين من حروف اللغة. تقول له أنا لا أريدك أن تستخدم حرف الدال أو الخاء أو الفاء أو كذا، أريدك أن تستخدم فقط حروف محددة وتؤلف لي نصا أو كتابا، هذا فوق طاقة البشر. الله عز وجل يستطيع أن يستخدم العدد الذي يريد سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير. فاستخدم عز وجل لبناء هذه الآية الكريمة كم حرفا؟ انظروا هنا أيها الأحبة، 19، سأكبر فقط، إذن عدد الحروف المستخدمة هنا أيها الأحبة في بناء هذه الآية 19 حرفا، الألف،
اللام النون الياء الواو الهاء الميم الميم العين التاء الباء القاف وهكذا. وهناك حروف لم تذكر طبعا، حرف الحاء لم يذكر، يعني أنا لدي حروف لم تذكر، الحاء الخاء الدال الزين الشين الصاد الطاء الغين الفاء، طبعا لحكمة الله يعلمها. إذن عدد الحروف التي تركب منها هذا النص أو هذه الآية 19. طب كم أصبح المجموع؟ دعونا نستخدم، طبعا المعجزة أصبحت واضحة، دعونا نستخدم الآلة الحاسبة أحبتي في الله. هنا أحبتي في الله قلنا عدد الكلمات 19 زائد عدد الحروف الكامل الكلي 76 زائد عدد الحروف الهجائية التي تركبت منها 19. كم المجموع؟ انظر معي أخي الحبيب، 114. سبحان الله، ضبط فائق الدقة لهذه الآية الكريمة. طبعا أيها الأحبة، يعني أنا عندما أتأمل في القرآن الكريم أجد عدد هائل من التناسقات العددية، يعني لا يكفيه ساعة أو ساعتين أو حتى العمر لا يكفي. يعني أنا أقول لكم بصدق، هناك ليس آلاف ملايين الحقائق الرقمية. يعني مثال على ذلك أيها الأحبة، لدينا مثلا من علامات الساعة يأجوج ومأجوج، علامات الساعة الكبرى، والذكر يأجوج ومأجوج في القرآن قد يأتي ملحد يقول لك ما هو الدليل على أن يأجوج ومأجوج سيظهرون في آخر الزمن؟ الله عز وجل ذكر يأجوج ومأجوج في القرآن ولكن بمعجزة ليدلنا على أنه أنزل القرآن بعلمه سبحانه وتعالى، وأن يأجوج ومأجوج سيظهرون في آخر الزمن، علامات الساعة الكبرى. طب كيف نكتشف ذلك؟ ليس لدينا وسيلة يعني لإثبات ذلك سوى الأحاديث النبوية وآيات القرآن. طيب هناك دليل رقمي، شفرة رقمية مخزنة داخل هذه الآيات. دعونا نبحث عن يأجوج ومأجوج في القرآن، نرى كم مرة ذكر. طبعا يأجوج ومأجوج مرتين في القرآن، ذكرت آيتان، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، في قصة ذي القرنين. والآية الثانية حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي يخرجون بسرعة. طيب هناك ملاحظة لطيفة جدا، أن الله عز وجل جعل حروف هاتين الآيتين له علاقة بعدد سور القرآن، العدد المهم المميز 114. عدد حروف الآيتين هنا، سأحدد الآيتين، انظروا هنا أيها الأحبة كم عدد الحروف، انظروا معي 114. يعني لطائف قرآنية، الله يعطيك لطائف هكذا لتطمئن أنت كمؤمن. وإذا كنت مشكك يجب أن تشغل عقلك، تقول غير معقول أن هذا كله يأتي بالمصادفة، هناك آلاف الكتب ملايين الكتب، لماذا لا توجد ظاهرة الشفرة الرقمية في آية القرآن، هذه الأرقام المخزنة لماذا لا توجد إلا في القرآن؟ سنكتشف أيها الأحبة أن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي يتميز بهذه البنية الرقمية العجيبة.
طبعا أنا لدي آلاف، أحببت اليوم يعني أن أبين لكم بعض الأشياء الجميلة. يعني مثلا هنا لدينا عبارة إذا قضى أمرا، آية تدل على قدرة الله. الملحد ينكر هذه العبارة. دعونا نكتشف كم مرة تكررت، كم مرة تكررت. وهذا الأمر من أعقد أنواع الإعجاز التي رأيتها حقيقة. يعني إذا قضى، هنا قضى أمرا، طبعا هنا في اللغة العربية لا يوجد ألف مقصورة وكذا، يوجد ياء. يعني المصحف أساسا هو 28 حرفا. إذا قضى أمرا، كم مرة تكررت؟ نجد أنها تكررت 4 مرات كما نرى أيها الأحبة. طيب هنا عدد الحروف ليس له علاقة بالعدد 114، ولكن هناك شفرة مخزنة معقدة جدا. يعني الله يريد أن يقول لك إن هذا القرآن فوق مستوى البشر، إياك أن تفكر أن تأتي بسورة مثل القرآن، هذا فوق مستواك. لاحظوا أيها الأحبة هذه الآيات، دعونا نقرأها أولا. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. في قصة مريم، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا قضى أمرا، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هو الذي يحيي ويميت، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فنلاحظ هنا ارتباط إذا قضى أمرا بماذا؟ بكن فيكون. فهنا أيها الأحبة نحن لن نعد الحروف، حروف الآيات الأربعة، سنعد فقط حروف كن فيكون. يعني كأن الله سبحانه وتعالى وضع في هذه الآيات الأربعة شفرة هكذا، حروف بنسبة معينة تتكرر. طيب هنا أنا لدي هنا أيها الأحبة ميزة في هذا البرنامج. هنا عندما أضع حرفا مثلا حرف الكاف، الكاف تكرر 12 مرة كما نرى. فعندما نضع هنا كاف يعطيني هنا كما نرى 12، ويقوم أوتوماتيكيا بتحليل العدد لعوامله الأولية. نون كن، النون 19 مرة تكررت، المجموع 31 عدد أولي. إذن كن 31. طيب فيكون، الفاء تكررت 9 مرات، الياء تكررت 26 مرة، هنا يجمع طبعا. الكاف تكررت 12 مرة، الواو تكررت 17 مرة، والنون 19. النون، حرف النون 19. كن فيكون. إذن أنا هنا كتبت أيها الأحبة، هنا في المربع في الأعلى لأكبر قليلا، كتبت كن فيكون. هو ماذا يفعل؟ هو فقط يعني مثلا حرف الياء يضع 26، حرف اللام كذا، حرف كذا. إذن عبارة كن فيكون هنا أيها الأحبة، عبارة كن فيكون، كم مرة تكررت حروفها؟ انتبهوا معي أحبتي في الله. كن، طبعا في هذه الآيات الأربعة فقط التي فيها إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، تكررت 12، حرف الكاف، حرف النون 19، حرف الفاء 9، كذا كذا. كن فيكون كم؟ 114.
114. يعني أنا أود أن أتساءل وأختم. نحن الآن لو طلبنا من مؤلف مهما استخدم الكمبيوتر أن يؤلف لنا كتابا ويستخدم مثلا عبارة معينة بعدد معين من المرات، مثلا كن فيكون أو إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 4 مرات، وحروف كن فيكون تساوي 114، نفس عدد سور الكتاب أو نفس عدد فصول الكتاب المؤلف. طيب هو البشر، يعني أنا كمؤلف، يعني أنا كتبت تقريبا عدد من الكتب، ممكن أن أتحكم بعدد الكلمات نوعا ما، يعني أحذف شيئا أضيف شيئا، أتحكم بعدد الحروف ممكن، أما أن أتحكم بتكرار حروف معينة كن فيكون داخل هذه الآيات، لاحظوا أيها الأحبة، بحيث تعطيني مجموع كن فيكون يساوي 114 عدد سور القرآن، هذا الأمر لا يستطيع أحد أن يقوم به مهما حاول. وإذا استخدم الكمبيوتر سيحصل على كلمات متقاطعة أشبه بكلمات لا معاني لها. فلذلك والله أيها الأحبة، هذه العجائب يزخر بها القرآن. وأنا اليوم قدمت فقط 1 بالألف بالمليون من أسرار العدد 114. إن شاء الله سيكون هناك لقاءات أخرى حول هذا العدد بالذات، العدد المهم 114. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.